نعم مساء الخير وكل عام وانتم بخير. مجددا يعني يقال بان الصائمون هم صناع عيد الفطر، يعني شرع لهم العيد في القرآن الكريم، والحجاج هم صناع عيد الاضحى، اي شرع لهم العيد في القرآن الكريم للحجاج. اسمحوا لي ان التقي بالحجاج من مختلف الجنسيات العربيه وغير العربيه كي اعرف الاجواء، يعني اجواء العيد هنا في مكه تختلف عن بقيه بقاع العالم الاسلامي، بالتالي اعرف شعورهم في العيد وتهانيهم من خلال الحرة. من وين حضرتك؟ مصر. نعم. كيف تشوف العيد بمكة وتقدم تهاني؟ الحمد لله بنهني الأمة الإسلامية جميعا بالعيد الأضحى المبارك، والحمد لله ونهني بصفة خاصة الملك عبد الله على الجهود القائمة وكل القائمين على موسم الحج من أسعاف ومطافي وشرطة وكل القائمين، نهني الأمة الإسلامية جميعا بالعيد الأضحى إن شاء الله. شكرا جزيلا. أي شيء تتمنى في العيد؟ أتمنى في العيد أن ربنا يحفظ الأمة الإسلامية كلها وتبقى كلمة واحدة، كل كلمة واحدة، ما حد يتأخر عن الثاني. كل الأمة العربية كلها تبقى يد واحدة، هو ده اللي أنا بتمناه في العيد، وبهن الشعب المصري وبهن الشعب السعودي وبهن الشرطة والإسعاف وكل الخدمات اللي معمولة وكل الأعمال المدنية اللي معمولة في السعودية. العالم هنا الحجاج بيتصلوا بأهلهم علشان يبلغوهم أنهم راح يطلعوا الأخ معانا من اليمن، من وما هي أمنياته؟ والله أهني الدول العربية كافة ومن ضمنها الجمهورية اليمنية وكافة الشعب اليمني، وأهني أهلي وقبيلتي بحلول عيد الأضحى المبارك وكل عام وهم بخير. من السعودية، من هنا منيت والله تهاني لكل شخص سعودي لكل الشعب العربي كله. نعم. في حجاج غير عربيين، يعني لا اعرف كان السريع من الهند يصر ان يقدم تهاني في العيد. هندي انجليزي يا انديا انديا المن تهني انديا انديا رمضان بتل. شكرا جزيلا. من سوريا اهني اهلي جميع وبرحب فيهم وارحب بهذا البلد اللي نور بكل قلوب الناس وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك ان شاء الله. اوجه مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، اوجه تحيته سيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن العزيز، ونشكرهم على جميع ما يقوم به في الاعمال الخيره والنيره، وجزاهم الله خير مهما قلنا لا نكفيهم ما عملوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فرق صديق، جمهوريه مصر العربيه. واجه من معي. تفضل. واجهت صعوبه في اداء المناسك خلال ايام الماضيه؟ لا غير صح. نعم. بالعكس، لا مرتاحين باكمل وجه. شكرا جزيلا. كما شاهدتم اشكر المنتخب السعودي، يعني اشكر المنتخب السعودي لتقديم التهنئه من خلال شاشه الحره. لكم الكلمه. نعم زملائي. طيب شكرا حسام، حج مبرور ليك وللجميع، والحقيقه مناظر جميله جدا وعيد مبارك عليكم جميعا. حاجه مبهجه فعلا يا احمد، حاجه جميله قوي، ودعوات حلوه جدا يعني.